من شويه معبد ابو سمبل في اسوان شهد الظاهره الفلكيه الفريده وهي تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بقدس الاقداس. وبالمناسبه الظاهره دي بتتكرر مرتين كل سنه 22 فبراير و22 اكتوبر. النهارده كان في احتفاليه مهمه جدا بهذه الظاهره وعروض فنيه شارك فيها حوالي 400 فنان من عده دول. أشرقت شمس اليوم لتلقي بأشعتها على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده الفريد بأبو سمبل في واحدة من أندر الظواهر الفلكية في العالم، وهي ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبو سمبل. وتتكرر هذه الظاهرة مرتين كل عام فقط في 22 من فبراير و 22 من أكتوبر. بدأت الظاهرة الفرعونية الفريدة في الحدوث مع شروق الشمس واستمرت لمدة 20 دقيقة فقط، وخلالها تسللت أشعة الشمس داخل ممر المعبد بطول 60 متراً وصولاً إلى حجرة قدس الأقداس، حيث يجلس الملك رمسيس الثاني بجوار ثلاثة تماثيل أخرى لمعبودات قدماء المصريين. حدث عالمي توجهت فيه أنظار العالم لمصر من جديد بعد عام حافل بالأحداث الأثرية من موكب نقل المومياوات لافتتاح طريق الكباش. وها هي الاحتفالات تعود بفاعلية جديدة سبقها إعدادات هامة وإضاءة بانورامية على واجهة المتحف بأضواء الليزر التي رسمت تاريخ الاحتفالية المميز على واجهة المعبد، وصاحبتها نقوش هيروغليفية ووصلت الأضواء لعنان السماء. ومن أجل الاستعداد للاحتفالية تم تزويد المعبد ب64 كاميرا مراقبة بمعبدي أبو سمبل، بالإضافة إلى تجهيز البوابات الإلكترونية للدخول والتأكد من صيانة الأجهزة الأمنية ومتابعة منظومة الإضاءة، كما تم إنهاء أعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية للمعبد وتهذيب المساحات الخضراء وتوفير سيارات غولف لنقل ضيوف المعبد من البوابات إلى ساحات المعبد الداخلية. هذا بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للزائرين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتخرج الاحتفالية بصورة تليق باسم مصر وملكها العظيم رمسيس الثاني وتاريخها الخالد.